الأول فاينل معانا هيبقى تركيا وبولندا. لا ده لسه السيمي فاينل تحت ميزان 53. زايمون من بولندا مع محمود من تركيا. داخلين الاثنين لعيبه هيعملوا التست، هيشوفوا ان السنسر في السوكس اللي هم لابسينه والهوجو او واقي الصدر شغال. المدام الشاشة عملت فلاشنج باللون الأخضر، معنى كده إن السيستم شغال ويقدروا يلعبوا الماتش. أول 5 ثواني في أول جولة لاعب بولندا قابل أبطولو تشيكي برجله اليمين قدام، جاب بيها 3 نقاط وبونش اتحسب من الحكام للاعب تركيا بنقطة واحدة، 3-1 من أول 20 ثانية. الاتنين جسمهم كويس على الميزان تحت 53 طوال. رفع الكارت مدرب تركيا، هنشوف هيطلب ايه. من حق كل مدرب ان هو يطلب اعادة الفيديو ريبلاي لاخر ضربة كانت موجودة قبل ما يرفع الكارت، بيطلب فيها ان هو يحسب بنقط زيادة اللعيب بتاعه او يشوف اذا كان قرار من قرارات الحكم صح او غلط. هيطلع الفيديو ريبلاي على الشاشة وهنشوف هو كان طالب ايه. ده الفيديو بلاي للضربة اللي طالبها مدرب تركيا. مش باين من زاوية الكاميرا عندنا لو كانت فعلا جت ولا لأ. منتخب تركيا بيشجع اللعيب اللي معاه في المنتخب. الحكم عمل اشاره بايده ان الكارت كده كان الريكوست بتاع مدرب تركيا غلط وحطه في جيبه كده. مدرب تركيا ما ينفعش يعترض على اي حاجه طول الماتش. فاضل 40 ثانيه على اول جوله والسكور لسه 3-1 لبولندا. اوه تفريجي حلوه قوي وعدى عليه الحكم، تفريجي ب4 نقط خلى السكور بعد ما كان خسران 3-1 بقى 3-5. تركيا من احسن البلاد في التايكوندو وعلى طول بينافسوا في بطولات العالم واولمبيكس. بونش حلو قوي من تركيا، الحكام حسبوه بنقطة واحدة لكن هياخد انذار ان هو بيلعب لعب سلبي وبيرجع لورا. 8-4 والجولة الأولى خلاص فاضل عليها 5 ثواني. بيك تشيجي يمين حلوة قبل ما لعب بولندا يقع وانذار علشان وقع، فكده نقطتين للبيك تشيجي ونقطة للانذار. بقى السكور 11 تركيا 4 بولندا. دي اعادات من الماتش.
بيك تشاجي يمين اللي جت في الهوجو. السنسر سجل ضربة صحيحة في الهوجو بنقطتين وانذار لان لاعب بولندا واقع على الارض. كل انذار بيتاخد بيتزود نقطة للعيب التاني. الانذارات في التايكوندو بتكون لو اي لاعب خرج بره حدود الملعب الحدود الملعب الازرق او مسك رجل اللي قدامه او مسك اي حاجه بدله او واقي الصدر ما ينفعش يمسك او يشد اللاعب التاني. لو وقع على الارض او ضرب بركبته او ضرب تحت الحزام كل ده انذارات بتزود نقطه واحده للاعب التاني. الجولة الثانية بدأت وعلى طول خرج بالجنب لاعب تركيا وضرب بيك تشاجي يمين بنقطتين. بيك تشاجي برضو تاني يمين لاعب تركيا كويس في مقابلات البيك تشاجي يمين جاب منها نقط كتير. نار تشاجي حلوة قوي هيتحسب له التلات نقط بس هياخد انذار علشان وقع. سكور فرق جامد بقى 19 تركيا و5 بولندا. حلو قوي من لاعب بولندا قابل ابطولة تشاجي فوق كان نايم بقاله شوية ولسه ضارب ضربة كويسة لكن لاعب تركيا برضو هو اللي عايز يهجم وجاب بانش مع بيك تشاجي. سكور بقى 20-8. فرق 12 نقطة لو قدر ان هو يخلي الفرق 20 نقطة كده ممكن يكسب الماتش عدم تكافؤ. خمستاشر ثانية والجولة الثانية تخلص. بانش طبعا اتحسب كل الناس معاه. البانش بيبقى لازم يبقى بطريقة معينة علشان الحكام تحسبه بيكون بنقطة واحدة. حسب برضو بانش للاعب تركيا بنقطة واحدة. سكور بقى 25-8. انتهت الجولة الثانية. ندخل الجولة الثالثة. كده فاضل لاعب تركيا ثلاث نقط ويبقى يكسب عدم تكافؤ. طبعا الناس اللي مش بتلعب تايكوندو مش فاهمه يعني ايه بيك تشاجي وابطولو تشاجي وتي تشاجي. بيك تشاجي دي بتبقى البيزك ضربة البيزك في التايكوندو بتبقى ضربة امامية برجل اللي ورا او برجل اللي قدام. الابطولو تشاجي بتبقى هي بيزك لكن في الوش. تي تشاجي بتبقى اي تيرنينج كيك او ضربة خلفية وبتبقى بنقط زيادة عن اي ضربة بيزك. تبدا الجوله الثالثه. لاعب تركيا يبقى عايز يجيب الثلاث نقط بسرعه علشان يكون فارق ب 20 نقطه فالماتش يخلص بعدم تكافؤ. انذار للاعب تركيا عشان ضرب تحت الحزام. كل انذار الحكم بيديه لازم يعمل الاشاره بتاعته عشان اللاعب يفهم. بانشين الحكام حسبوهم كل بانش بنقطة بعد ما كان 25 بقى 27 نقطتين كمان ويكسب عدم تكافؤ. انذار تاني للاعب تركيا عشان ضرب تحت الحزام. لازم في التايكوندو الضرب يكون في الهوجو اللي هو واقي الصدر او الهيد جارد اي منطقة تانية مش بيتسجل فيها نقط. طب الحلو قوي خلاص كده كده كسب عدم تكافؤ 30-10. الفرق سكور 20. الماتش يخلص عدم تكافؤ على طول من غير ما الجولة تكون خلصت.